لبلدار نينجا ومنتصر قدموا افضل ما عندهم، ودلوقتي القرار للجنه التحكيم، واحد هنرجع نشوفه الاسبوع اللي جاي وواحد هتستبعده اللجنه، ولو حصل تعادل ووصلنا لطريق مسدود او الديد لوك ساعتها هنرجع لتصويت الجمهور اللي هيقرر مين الخسران. لجنه التحكيم عاوزين قراركم النهائي. هنبتدي من عندك يا اليسا. اللي هتستبعديه النهارده هو دارك الجمعه. نحن بنحط فيه يعني موقف كتير صعب. منتصر امبارح كان افضل بكتير من البلدار، وانا بنفس الوقت بحبهم ومش متقبله انه حدا يطلع من البرنامج، بس موهبته كمغني فردي واليوم اثنيناتهم بالاغنيه المنفرده ما قدوها بشكل فظيع، يعني تكون منصفه، بس اللي بدي ابعتهم على البيت وبليز بلا زعل، ما في شيء اسمه نهايه الدنيا، هن البلدار نينجا. سوري اليسا هتستبعدي؟ البلدار نينجا رح ابعتهم على البيت. وين؟ هتستبعد مين النهاردة؟ أنا كمان برأيي إنه منتصر كان امبارح أفضل من اليوم، الأغنية أديها بشكل أفضل، واليوم ما كان مثل ما أنا بدي ومثل ما كنت حب إني أشوفه وأسمعه. البلدار ما لقيت عنده تقدم ملحوظ، يعني ما في شيء جديد، ولكن بالنهاية أكيد بدي خلص حدا بده يكفي معي المشوار والمهمة. اللي هتستبعده النهاردة؟ رح استبعد البلدار. كارول قبل ما تستبعدي في حكمين استبعدوا لبلدار نينجا، فلو هتستبعديهم هيروحوا دلوقتي. اول شيء انا زعلانه ان المواجهه بين منتصر وبلدار، لانه انا منتصر من اول ما فات على البرنامج كثير معجبه بادائه، هلا صحيح اليوم يمكن ما كثير توفق، بس انا زعلانه انه ليه ما صوتوا له، ليش طلع، يعني متفاجئه صراحه، مش مفروض يكون هون منتصر. بالنسبه للبلدار انا بلاقيه فريق عن جد كثير اوريجينال وكثير مميز، وبدي بتمنى انه يكفي معي، هيدا فريقي وانا رح كون وفيه لفريقي وما بتخلى عنه بهيك لحظه، فانا يعني بدي البلدار اكيد، لانه هن هتستبعدي النهارده؟ مش من قلبي، بس اللي استبعد منتصر. استبعدي منتصر. حسين القرار عندك، لو استبعدت لبلدار نينجا هيمشوا دلوقتي حالا، ولو استبعدت منتصر هنوصل لطريق مسدود او ديد لوك، وساعتها هنرجع لتصويت الجمهور. هتستبعد مين؟ انا احترم الاثنين، بس على اداء اليوم اذا حتسالين عن اداء اليوم حمشي الاثنين، ما عجبني ادائهم، بس كمنطق وكامانه نحترم وجودهم في البرنامج ونحبهم كثير، صاروا مثل اخواننا، ما حنطولها. منتصر امس كنت مطرب حقيقي محترف، عشان كذا انت اليوم بامان عندي، فاذا حبعت على البيت حبعت لبريدار نينجا. مبروك منتصر. مبروك منتصر. تقدر تشارك زملائك في الباك ستيج. لبريدار ما تزعلوش، لان الخساره مش هي كل حاجه. اكيد لو خدتوا كل الملاحظات في الاعتبار هتوصلوا لحاجه في النهايه. اكيد. ان شاء الله.